Okay, hi everyone. Welcome to a new episode of AI Talks. Today we have someone whom I've learned so much from, though I met him انا قابلته شويه صغيرين بس شويه دول كانوا very rich with knowledge. والنهارده هنتكلم على حته مهمه قوي I think في ال, in this generation that is product management. وproduct management من ال roles اللي طلعت recently and I think طبعا هي كانت دايما موجوده بس دلوقتي بالذات ابتدت تاخد قدر عالي جدا من الاهتمام من الشركات كلها من corporates من ستارت ابس and product managers are the ones دايما هما اللي بيقودوا التشينج وبيقودوا التغيير وبيقودوا الانوفيشن وعلى قد ما الرول ده مهم على قد ما في ميس اندرستاندنج وفي لخبطه كتيره جدا 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 وشركات كتير قوي بتعاني من الرول ده بتعاني من الهايرنج بتاعت البرودكت مانجرز بتعاني من هاو تو مانج البرودكت ازاي تطلعه للسوق وكده فالنهارده ام honored ان يبقى معايا حسام توفيق وان انا حضرت معاه لكتشر ساعه واحده بس ان ات واز سوبر انسايتفل فوي هاد ان احنا تو هاف هيم اون ون اوف اور اي اي توكس حسام ازيك ايه اخبارك احمد مساء الخير اهلا اهلا مبسوط اني معاك انا مبسوط اكتر بكتير وزي ما كنت بقول من شويه بجد انا اللكتشر بتاعتك كانت ساعه تقريبا لما اتقابلنا في سان فرانسيسكو بس ات واز اميزنج وبجد رجعت بحاجات كتيره وبفيري ابليكابل ليسنز في البرودكت مانجمنت فيها بس خلينا ما اخدش من وقتك و if you can please كده تعرف نفسك للاودينس وتعرفنا على الجيرني بتاعتك and وازاي دخلت في البرودكت مانجمنت and قول لنا كده احكي لنا عن حسام احنا كنا قابلنا قبل الكورونا على طول فكانت بالظبط قبل ما الدنيا تبوظ خالص ايوه كله ملخبط بس انا حسام توفيق product leader في فيسبوك وكمان board member في تكوادي تكوادي دي هي نون بروفيت بتبني علاقات بين الشرق الاوسط وسيليكون فالي فاحنا بنحاول نبني ونجمد الستارت ابس في الشرق الاوسط والستارت ابس العربيه في سيليكون فالي ونشتغل مع ستارت ابس مع في سيز مع بيج تك زي فيسبوك او ابل او جوجل وكمان الحكومات طبعا انا بقالي في تك بقالي يمكن اكتر من 10 سنين وزي ما قلت انا دلوقتي في فيسبوك انا ابتديت الكارير ابتديت في مانجمنت كونسلتنج فانا ما كنتش في التكنولوجي خالص ما كنتش في ستارت ابس خالص وما كنتش عارف على اي حاجه اسمها برودكت مانجمنت دي كانت حاجه لو حد كان قال لي انت عايز تبقى برودكت مانجر كنت قلت له ايه حاجه عجيبه بس سمعت الاسم ده ايه البرودكت مانجمنت فاللي حصل ان انا اتخرجت من جامعه في امريكا وعملت كام سنه في مانجمنت كونسلتنج وبعدين ابتديت افكر ايه اللي انا عايز اعمله بحياتي وايه ايه الحاجات اللي انا مبسوط فيها واللي جيتس مي اكسايتد الباشن فين الباشن في وقت من الاوقات ابتديت افكر اكتر واكتر ولقيت ان الحاجه المهمه ليا الحاجه اللي انا عايز اعملها ان عايز اساعد الناس الفقراء specifically ان تلاقي في ناس اللي عندهم فلوس وعندهم اكل وكل الحاجات دي وطبعا في ناس اللي ما عندهمش الحاجات دي ودي بتلاقيها في امريكا ومصر وافريقيا العالم كلها طب how can you use ازاي ممكن نستعمل تكنولوجي عشان نساعد الموضوع ده وقعدت اقرا شويه ولقيت ان في في ناس كتبوا كتير قوي على الموضوع ده بس انا لقيت ان في 3 things او 3 حاجات اللي ممكن تعملها عشان تساعد الناس اولا الصحه طبعا لو عندك هيلث كير لو عندك اكسس للحاجات دي ممكن تبتدي تعمل اكتر تاني حاجه التعليم طبعا لو عندك لو رحت المدرسه لو رحت الجامعه وتالت حاجه طبعا العمل الشغل فالواحد قلت لو انت عندك هيلث كير وادوكيشن وجوبز هيجي لك ممكن تقفل الجاب بين الناس اللي ما عندهم فلوس والناس اللي عندهم فانا اول حاجه
دخلت ستارت اب في التعليم, ان اد تك ستارت اب, ادكيشن تكنولوجي ستارت اب. دي كانت شركه صغيره, كنا يمكن 15 20 واحد, كنت سيريز اي ستارت اب. وكنا بنحاول نعمل حاجه اسمها بيرسونلايزد ليرنينج بالايبادز. فالموضوع انك تلاقي, لو دخلت فصل دلوقتي يمكن عندك 30 عيل والمدرس المدرسة, وقول ان بتعمل ماثيماتكس او اي حاجه كده, هتلاقي الناس يعني في يمكن تلت الفصل شاطرين وفاهمين وقادرين ممكن يعملوا اكتر, وبعدين في تلت الفصل نص, وبعدين هيكون عندك تلت يعني محتاجين مساعده اكتر. طبعا المدرسه مش ممكن هي عندها بس ساعه في اليوم عشان نعمل ماثيماتكس, المدرسه مش هتعرف تعمل بيرسونلايزد ليرنينج لكل عيل او كل طالب. فاحنا عملنا بنينا بلاتفورم واب عشان نعمل بيرسونلايزد ليرنينج لكل عيل. فنقول لاحمد معلش انت يمكن وحش في السبتراكشن, خمسه ابس انت هتعملهم هتلعب, وانا حسام يمكن انت وحش في المالتيبليكيشن فاهو خمسه ابس. وفي نفس الوقت احنا بنعمل دياجنوستيك, يعني بنشوف احمد عمل لعب الابس لمده نص ساعه وكان كويس قوي في الديفايد باي 3s, بس كان يمكن مع الديفايد باي 6s كان عنده مشاكل. فده ثرو فيسبوك ولا ده كان ذس فينشر كومباني؟ ستارت اب, كانت سيريز اي ستارت اب اسمها اي سباركلر. اوكي. فعلى كل حال انا كنت برودكت مانجر اول مره, وانا دخلت ستارت اب وما كنتش برودكت مانجر, بس بعد كم شهر السي او قال لي طب ممكن تشتغل مع الانجينير شويه؟ طب قلت له ممكن. وبعد كده قال طب ممكن تبتدي تشتغل على البيزنس ستراتيجي شويه؟ قلت له طب ممكن. طب ممكن تساعد شويه بالاوبريشنز وبالبي ار. ففي الاخر كان يعني اليوم كان بعمل شويه كده وشويه كده وشويه كده. Yeah. ولقيت نفسي ان كنت وقعت في برودكت مانجمنت, طبعا ما كنتش عارف الاسم لسه. فبعد كده دخلت تكنولوجي وابتديت ادخل في الموضوع. انا سبت ستارت اب عشان ما كنت عايز اعمل اكتر, ورحت جراديويت سكول, رحت جبت الام بي اي, وبعدين نقلت سيليكون فالي ودخلت فيسبوك. وفي فيسبوك كنت قعدت 5 سنين في فيسبوك و many different product teams. فده كنت دلوقتي بقيت official يعني product manager. Product manager, وعندي الاسم وعندي title والحاجات دي. فاللي أنا كان ساعدني الموضوع أنا كنت بعملها في startup, التعليم ال education startup. طبعاً ما كنتش عارف, بس دلوقتي كنت دلوقتي في structure مع Facebook, وأنا بسمي Facebook دي زي كأنك روحت الجامعة ل product management. ففي Facebook كنت في 3 different teams. وبعدين منهم انتجري دي البرودكت مانجمنت تيم اللي بتدافع على فيسبوك من الحاجات الوحشه, لو زي الروس او اي من الحاجات دي من 2016. زي ايه يا حسام؟ سوري, زي الكلام مع روسيا وامريكا في 2016. ايوه يا اوكي يا انت يعني انت اللي كنت ماسك حاجه زي الديفنس اجينست الحاجات دي يعني ولا حتى صغيره من الموضوع؟ اوكي. فبالتالي ريسبونسابيلتي جامده شويه. كانت يعني كانت ايام. وبعدين دخلت تيم اسمها انستنت ارتكلز, كنا بنبني تو سايد ماركت بلايس بين ببلشرز زي الاحرام او نيويورك تايمز او بي بي سي نيوز وادفرتايزرز. فهم كانوا بيقولوا طب احنا الناس بيعملوا لايكينج الارتكلز بتاعنا على فيسبوك, بس احنا مش قادرين نعمل فلوس من الموضوع ده, ففيسبوك ازاي ممكن نشتغل مع بعض عشان نعمل مونتايزيشن؟ فكنت حاجات للببلشرز. وبعدين في الاخر اخر سنه في فيسبوك رحت امسك اد ريليفنس. This is the AI وماشين ليرنينج, ان ازاي نوري الاد الصح للشخص في الوقت الصح. يعني احنا بنقول بالانجليزي show the right ad to the right person at the right time. فده كله personalization وده كله AI ومachine learning. ودي كلها very big rules, ان هو يعني as far as I understand ان تقريبا 100% of Facebook revenues comes from the ads. احنا كنا بنسميها this is the heart of Facebook advertising.
الواحد كان كله very analytical و very heavy من ال machine learning وال AI. فأنا كان عندي يمكن 20 engineer تحتية وبعض data scientists خصوصا focused على الحتة دي في فيسبوك. فطبعا في ال في ال في رحلة فيسبوك كنت عملت حاجات كثير وشوفت حاجات more front end وحاجات more back end, حاجات more design وحاجات مش design. ال AI وال machine learning طبعا دي مش design, دي مش front facing زي ما بيقولوا. Yeah. في ال background دي كل ال algorithms والحاجات دي. Yes. And you coming from a management consulting and managing the tech teams, yeah, it can it was a challenge, huh? Yeah, I mean, في الجامعة كنت عملت statistics or mathematics كان من الحاجات اللي خدتها. Yeah, okay. لازم أفتكر كل الحاجات زمان. بس يعني it's actually interesting أنت بتقول السؤال ده. أنا أنا مش مهندس, right? أنا ما عملتش engineering في الجامعة. Yeah. أنا وأنا أظن هنكلم على الموضوع ده بعد شوية, بس يعني اللي تدخله product ممكن تدخل من مليون ناحية. ف انا كنت دخلت من product من management consulting وفي الاخر انا خلصت الحكاية شوية. في السنة اللي فاتت سيبت فيسبوك عشان اروح اشتغل في startup في الصحة. فكنا قلنا طبعا تعليم check وبعدين دلوقتي عملت health صح check. فاضل jobs فاضل jobs. فأكشلي أنا ابتديت أمسك again, كانت شركة صغيرة سيريز A كنا backed by Andreessen Horowitz, دي واحدة من الشركات الـ VC الكبيرة في سيليكون فالي. و قعدت معهم لغاية السنة دي وبعدين كوفيد جت ووقعت الشركة. واو اوكي. فدي كانت موجة ما شفناهاش. بس بس معناه في الهيلث يعني. صح. فالحاجة الانترستنج في الموضوع انك تلاقي احنا الشركة كان بنعمل connecting nurses والمستشفيات الـ hospitals. يعني it's a two-sided marketplace واحنا بنعمل connecting الاثنين. ولقينا حصل لما كوفيد جه حصل كم حاجة ان جرأت الشركة. اولا أو يعني أول حاجة إن في ناحية النيرسز في أمريكا أنا ما أعرفش لو أنت فاكر بس كان في حكايات كثيرة إنه ما فيش ماسكات كفاية للنيرسز وما فيش الإكويبمنت الجلوفز وكل الكلام ده. فكتير من النيرسز خافوا من الموضوع ده وقالوا إحنا مش عايزين نشتغل في مستشفيات. فهم إيه أبوا البلاتفورم يعني السبلاي بتاعنا قلت. الحاجة الأهم إن في أمريكا الديماند كان مشكلة عندنا. فالديماند دي إيه؟ دي المستشفيات الـ hospitals. وفي أمريكا الطريقة إن المستشفيات بتعمل فلوس is through elective surgeries. يعني دي surgeries ممكن لازم تعملها بكرة, ممكن نعملها أسبوع الجاي أو شهر الجاي أو بعد 6 أشهر. يعني مش هتموت لو ما عملتهاش بكرة. لما كوفيد جه معظم المستشفيات في امريكا بطلوا الالكتيف سيرجيز. لما بطلوا الالكتيف سيرجيز يعني ما عندكش فلوس, ما عندكش ريفينيو داخل المستشفى. فطبعا لو انت كمستشفى ما عندكش فلوس داخل انت هتبتدي عايز تصغر الكوستس وعايز تعمل مينيمايزنج كوستس ومش عارف ايه. فاحنا كنا بنشتغل مع المستشفيات فهم معانا قطعوا العلاقات او على الاقل باوز هنعمل باوز. طبعا دلوقتي امريكا لسه في نص الموجه مع كوفيد. فاحنا بقى لنا دلوقتي 6 أشهر او 14 15 الموضوع ده بزنس. فطبعا وانت عارف ان ستارت اب لو ما عندكش 5 مانثس اوف ريفينيو لو ريفينيو دي طبعا مشكله ستارت ابس وياها. فالموجة جت وقعدت أفكر طبعا عايز أعمل إيه تاني. وكلمت من الناس في النتورك أصحابي وناس أعرفهم ومنهم قالوا طب تعالى ارجع فيسبوك. قلت لهم طب يعني الموقع أرجع فيسبوك عايز أرجع حاجة mature. أنا كنت في ستارت أب وأنا بحب الستارت أبس
دخلت حاجة في إيه تالت حاجة جوبز جوبز يا اوكي حاجة في الإي كوميرس. طبعا أنت عارف إن دلوقتي اوكي بقيت في شوبينج والحاجات دي طبعا أكتر يا كوميرس أو بيك أب إن ستور، يعني أنت تطلب على الإنترنت وبعدين تروح الدكان وتاخد الحاجات، مش تتكلم حد. فدي حياتي ودي دي ال واو واو startups with technology. لا يعني amazing journey so far، ويعني I'm sure يعني انت كده دخلت في I think موضوع الجوبز ده كان بتالي a byproduct of كل حاجة بتعملها، يعني اي start up it create jobs ف you are probably working on the jobs as you went through يعني. لا amazing. طب حسام خليني اسألك، انت دلوقتي يعني you come from a management consulting background، وكتير قوي بتلاقي يعني شوف مثلا product manager في مثلا فيسبوك او في اي حته تلاقي مثلا كان major philosophy و major history و ف يعني ايه what qualifies a good product manager؟ يعني لو انا دلوقتي شركه عايزه hire a good product manager، ايه qualifications اللي محتاج اشوفها عند الشخص ده؟ يعني يعني زي ما انت كنت بتقول من شويه، انا اشتغلت شويه strategy وشغلت شويه مع التك وشغلت شويه مع، فازاي واحد accumulate knowledge؟ and I don't think there is يعني an official or academic curriculum for product management as far as I know. يعني يمكن يبقى فيه بس there is no frame on how to create a product manager. What qualifies a product manager, and if you're interested in product how do you become a product manager? Yeah, it's سؤال كويس. أنا في العادي يعني لما ببص بشوف ال product managers الحواليه أو ال product managers ال successful في سواء في Silicon Valley أو في الشرق الأوسط، بشوف ان هم عندهم او جايين من ثلاثه backgrounds. في اللي جاي من technical background، يعني كان عامل engineering او computer science electrical engineering اي من الحاجات دي. في الناس اللي جايين اللي عندهم design background، اللي فاهمين قوي مع design وال creative. وفي اللي جايين من business background. انا طبعا زي ما قلنا من شويه انا جاي من ال background الثالث. فانا طول الوقت لما بكلم اي product manager او بشوف ال product managers اللي حواليا سواء كانوا في فيسبوك او في startups اللي انا كنت فيها، بشوف ان هم جايين من these backgrounds. فده اول حاجة لما انا بحاول اشوف applicant او واحد عايز يدخل product management، بحاول افكر طب هو عنده واحد من الحاجات دي ولا لا. ومش لازم يعني كان عملها في المدرسة، ممكن ان هو جاب الـ يعني accumulated الـ experience في الشغل بعد المدرسة بعد التخرج، سواء كان يمكن designer قبل كده او كان يمكن data scientist قبل كده او كان يمكن مهندس اي كده engineer اي حاجة. فده اول حاجة. تاني حاجة ببص ان اشوف طب هو الـ product manager لازم يعمل ايه. الـ product manager in my opinion لازم يعمل ثلاث حاجات صراحة، أو تاني ثلاث حاجات. أول حاجة بسميها product sense، تاني حاجة execution، وتاني حاجة بسميها leadership and drive. So نبتدي من الأول واحد. أول واحد product sense. Product sense يعني طب لو أنا اديت لك مشكلة أنت فاهم أو هتعرف تحل المشكلة، do you understand، هتفهم ال user problems، وهل فهمت ال user problems هتعرف تعمل breaking down ال problem عشان نقول طب اوكي احنا اول حاجة الف المشكلة كذا كذا كذا، وتاني حاجة ب مشكلة كذا كذا كذا، وعشان الف ب ت هنعمل prioritizing كده، هنبتدي مع الف وبعدين نعمل ب وso on. معظم الناس ما يعرفوش يعملوا كده. فلما انا بعمل for example سؤال انا بحب اسالها اقول لهم طب اقول لهم قولوا لي just tell me a product you like، اي حاجه، ممكن اوفلاين ممكن اونلاين ممكن ديجيتال ممكن فيزيكال. لو انت كنت ماسك الموضوع، لو انت البرودكت مانجر بتاع this thing you like البرودكت ده how would you improve it، يعني تعملها احسن. ومعظم الوقت الناس يقول لك انا هدخل this button او هعمل adding this feature او مش عارف ايه، وده سؤال غلط. ليه سؤال غلط؟ عشان انا عايز افهم طب قبل نبتدي نعمل solutions انا عايز افهم مين الناس اللي بيستعملوا البرودكت، who are your customers؟ yeah مين كده؟ what are their problems؟
وبعدين هنعمل prioritizing، هنقول طب اوكي في الشباب اللي بيشتغلوا على اللي بيستعملوا البرودكت، وفي العواجيز، وفي الدكاتره، ومش عارف whoever these different groups are، ونعمل structure. فده اول حاجه product sense، انت فاهم who are you building for. yeah. وهتحكم ال problem، هتعمل attacking problem ازاي. معظم الناس بيفكروش كده. فده اول حاجه. تاني حاجه لو product sense دي strategy، product sense احنا هنروح كده، هنروح شمال، هنروح مش عارف ايه، execution طب عشان نروح شمال او عشان نروح يمين هنوصل ازاي. This is execution. اسئله زيه طيب how do you measure success، ايه الماتريكس اللي هنستعملها، ايه ال resources اللي انت محتاج، انت محتاج كام engineer للموضوع، محتاج كام designer للموضوع، هل محتاج analytics، هل محتاج تشتغل مع sales ولا لا، ايه الخبرة، ايه البلان عشان نوصل الهدف اللي احنا عايزينها. واخر حاجة اللي بسميها leadership and drive، دي تالت حاجة. leadership، ليه leadership and drive؟ leadership عشان ان في ناس بيقولوا ان ال product manager زي ال CEO. ساعات بتلاقي بوجز لو دخلت على جوجل او سمعت اي توك اي حد، ساعات يقول لك ان البرودكت مانجر شبح السي او، ان هو السي او بتاع البرودكت، مش السي او بس هو السي او بتاع البرودكت. يعني انا العلاقه دي شويه مش قوي يعني اي ثينك في يعني صح ان سم ويز بس اذر ويز. ازاي الليدرشيب يعني انا كبرودكت مانجر، انا مش المدير وما عنديش سلطه. السي او عنده السلطه وهو المدير، يعني هو ممكن يعمل وممكن يعمل فايرنج، انا هجيب ناس وممكن اتر probably البرودكت مانجر محتاج اكتر يبيع الفكره، او يعني هي has to sell his ideas للتيمز المختلفة عشان يشتغلوا عليها، مش هو محتاج او هي محتاجة influence. ان انا حامل ان دي الخبرة الصح ودي الحاجة اللي احنا لازم نروح. CEO محتاج influence، يعني طبعا CEO هيعمل influence بس CEO كمان لو CEO هنعمل كذا كل الناس طبعا هتعمل كذا هنعمل كذا. البرودكت مانجر مش كده قوي. ف عشان كده الليدرشيب مهمه. يعني اللي عايز اشوف في الابلكنتس او الناس البرودكت مانجرز، هل البرودكت مانجر ده ممكن الناس will follow him؟ سواء هو عنده السلطه او سواء ما عندوش السلطه، سواء اللي هو المدير او مش المدير. ده اول حاجه. حاجه بسميها درايف. ايه الدرايف؟ في اي ستارت اب في مشاكل. في كبيرة ومشاكل صغيرة، كل يوم في حاجات كاوس. وانت طبعا انت عارف اكتر في تشالنجز. فالواحد عايز يشوف انت لما جالك تشالنج هتعمل ايه؟ هتقول اوف ومش اوف وتقول مش ممكن اعملها وما عنديش ناس كفاية وما عنديش فلوس كفاية وما عنديش وقت كفاية، ولا هتقول طب اوكي احنا عندنا المشكلة دي هنعمل ايه؟ ممكن هنعملها ازاي؟ وممكن نعمل creatively نعمل كده أو ممكن نعمل كده. فأنا عايز أشوف الناس اللي قادرين يفكروا ويعملوا إيه great، يكون عندهم determination إن يعني لو في مشكلة قدامهم هيدخلوا فيها وهيعرفوا يعملوا. فعشان كده دي الحاجات اللي أنا ببص على product managers. لما واحد يدخل product management أو product manager again، أنا هبتدي من أول انا عايز ابص هل جيت من بزنس باك جراوند، هل جيت من تكنيكال باك جراوند، هل جيت من ديزاين باك جراوند. ليه؟ حتى in some way shape or form هتشتغل مع الانجينيرز مع التك، فلازم تفهم التكنيكال سواء دي انجينيرنج او اناليتكس داتا ساينس. depending on الشركه، مش كل ستارت ابس بس معظم ستارت ابس في عندك اب او عندك ويب سايت او عندك حاجه، ففي سم سورت ديزاين اليمنت. وطبعا تالت حاجه طب حلو انت جاي من واحد من الحته دي. طب تاني حاجه انا عايز اشوف عندك product sense، عندك execution، وعندك leadership and drive. yeah
Amazing, amazing. I love the distinction between a product manager and a CEO. And the role مختلف. And the product manager sometimes حتى هو ممكن لازم influence the CEO, and this is the right direction. And he has to influence the team بتاعه, and this is the right direction. And at the end of the day, he has to influence the customer, and this is the right direction. بس لو بصينا شوية من من منظور من البرسبكتيف بتاع سي او نفسه, يعني sometimes انا دلوقتي شركه عايزه هاير ا برودكت مانجر واي هايرد وان, بس sometimes البرودكت مانجمنت سو كيوتيك بتبقى فوضويه قوي, في حاجات فاريبلز كتيره جدا جدا جدا. ازاي اعرف ان البرودكت مانجر ده از افكتيف؟ يعني sometimes ما بيبقاش عنده كي بي ايز اللي هو زي تارجتس مثلا السيلز او حاجات كده. Sometimes بيبقى مثلا طلعنا certain feature وما مشيش كويس. طب هل مشيش كويس عشان this is the normal life cycle of product management, ولا هو product manager اختار الdirection الغلط؟ How do I keep track? How do I monitor? How do I evaluate? ازاي اقدر اقيم product manager بتاعي from your perspective؟ سؤال كويس كمان. انا انت بتيت تكمل على KPIs. انا product management محتاجة KPIs بالضبط زي sales وtechnical وماركتينج وكل الفانكشنز التانية اللي في ستارت اب او في الشركه. بس انت صح ان الكي بي اي للبرودكت صعب. انت هتقول طب سيلز بتروح للسيلز تيم وماركتينج تيم وانجينيرنج للانجينيرنج تيم. طبعا المشكله ان البرودكت مانجمنت في النص, عندك شويه سيلز ماركتينج وشويه انجينيرنج. فانا لما بحاول اعمل كي بي اي ببص على كام حاجه. اولا ممكن in some situations, مش كل startup مش كل شركة, بس in some situations هتقول ان actually انا هعمل KPI around revenue. انت basic app كذا 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 والapp دي بتعمل driving revenue. كل Uber Eats او Outlook for example. Yeah. I'm just gonna use them for example. هم عندهم فالواحد يعمل اوردرينج طبعا في الاب, والاب دي بتعمل درايفنج سيلز, بتعمل درايفنج فلوس اوردرز. هيكون عندهم جول ان يعمل درايفنج ا نمبر اوف اوردرز بالاب, فدي ايه شيرد جول مع السيلز. فانا هتقول ايه, طب السيلز تيم لازم يعمل شغل والبرودكت تيم عشان نبيع اللي احنا عايزين نبيع. فده اول حاجه ان بقول طب وات ار ذا جولز او ايه الكي بي اي اللي ممكن تبقى شيرد. يعني ايه ان هتلاقي اي من الفانكشنز التانية في الشركة مش ممكن يعملوها وحدهم, محتاجين مساعدة. ولو محتاجين مساعدة من البرودكت تيم, ده اول حاجة هعملها, انا هعمل شير كي بي اي. تاني حاجة ان في internal كي بي اي او كي بي اي خصوصا للبرودكت تيم. ايه الحاجات دي او ممكن ايه الايدياز او يعني ايه الاكزامبلز اللي ممكن نفكر على ال اول حاجه اي حاجه related to the actual product stability or product usage. يعني الاب مش شغال او الويب سايت مش شغاله او ال ما اعرفش التولينج بيبوظ كل فين وفين, انا I hold product responsible للموضوع ده. You want some sort of KPI حوالين stability of your product. تاني حاجة إن ممكن تقول يعني of the shared goals, let's go back للإكزامبل بتاع Outlook. I want to drive more orders. How can you drive more orders? أنا ممكن أجيب more customers. New customers. أو ممكن ولما new customers دي توصل الاب ممكن يعني I convince them إن يطلبوا مش يفتحوا الاب وبعدين يقفلوا الاب. Yeah. ممكن حاجة ترى more order size إن يطلبوا برجر. أكبر بالظبط. فأنا أرجعهم يخليهم يطلبوا تاني. أيوة repeat customers كل الكلام. Yes. فلما تبص على طبعا احنا دلوقتي اتكلمنا على user journey. أنا يجيب واحد جديد وبعد يفتح الأب وبعد يبص على الأب وبعد يفضل في sections في الكاستمر جيرني دي البرودكت تيم influences it 100%. أنا هبص على my startup
او ايه الشغل اللي انا بعمله وهحاول اشوف طب ايه البرودكت تيم influences 100% 100% ودي تاني هعملها for KPI. فاحنا دلوقتي قلنا ثلاث حاجات shared KPI internal stability KPI my gonna map my business وتلاقي ال exactly ال product team هتبقى 100% responsible للموضوع. والproduct manager ممكن يساعد ان هو يماب السايكل دي صح, and then this could be the standard اللي هما بيتحسب عليه قدام المانجمنت وكده. لازم, ودي دي is a very good point, ليه ان لازم نفهم user journey عشان لو احنا فاهمين user journey هنقول طب المشكلة هنا والمشكلة هنا والمشكلة هنا والcustomers عايزين customers عايزين كذا. وبعدين هتلاقي ان في حاجات احنا لازم نعملها من الproduct team ويمكن في marketing team ويمكن حاجات من sales team. فانت لازم تفهم user journey. معظم الناس او كتير من startups لما بشوف وبكلمهم في تكوادي او سواء بشوفهم في القنبعي او في الشرق الاوسط زي مصر, دي مشكلة كبيرة ان الناس مش فاهمين user journey. عارفين حتت بس مش عارفين كل step, يقولوا من step صفر step صفر لغايه step 100. بس عارفين والستارتس اللي عارفين شغالين كويس قوي وفاهمين الموضوع كويس قوي. ستارتس الساعات عندهم مشاكل عشان هم مش فاهمين فالبرودكت مانجمنت لازم although هم ممكن يكونوا فاهمين كويس قوي the problem statement وشايفين البروبلم قوي بس السولوشن نفسه او الجيرني بتاعت الكاستمر who are adopting او او يعني they're onboarded على solution ممكن ما يكونوش فاهمين ال different interaction او different steps لحد مثلا ما يطلب الاوردر تبقى عامله ازاي او كده علشان يعرفوا يحسنوها كده. ف دلوقتي دخلنا الموضوع ان الموضوع مش سهل, فاهم انت زي ما تقول ممكن انا فاهم الكاستمرز وفاهم الجيرني بس يمكن السولوشنز غلط او يمكن انا فاهم الكاستمرز والسولوشنز نص نص بس مش فاهم الجيرني. ففي variables كتير قوي, عشان كده لما عايز واحد لما تعين product manager I mean طبعا this is what we're talking about, دي مشكله مش لازم يعرف يفهم كل angle من كل موضوع ان ازاي ابني product that's going to survive and work and succeed. Great. حسام, لما كنا اتقابلنا في سان فرانسيسكو انت وريتنا صورة انا قلت لك في اول الكول انها it could been يعني it's a bit of يعني life changing بالنسبة لي و I want to share it right now علشان من في الحتة بتاعت sorting up products عامة, يعني sorting up a product من اول step خالص لحد في الاخر اما بيكمل. فدلوقتي انا ام شيرنج ذا سكرين, فكان يو اكسبلين الصوره دي ايه يعني ممكن تشرحها لنا كده. فلما كنا اتكلمنا على الموضوع ده كنت ابتديت نقول ان اهم حاجه او واحد من اهم حاجات في ستارت ابس السرعه. كتير قوي بلاقي ناس بيقولوا احنا عندنا فكره او عندنا ستارت اب مش هنعرف نكسب عشان جوجل في نفس في نفس الحتة او فيسبوك في نفس الحتة او امازون في اي من الشركات. بس انا بقول ان ستارت اب تراو ممكن يبقى اسرع من كل الشركات دي وفي ماني ماني بس الصورة دي على الموضوع ده. فازاي قول انت عايز تروح من 6 اكتوبر لوسط البلد. ايه الطريقة؟ هيقول لك طب هاخد عربيه. معظم الناس طب عشان عربيه هتاخد وقت, لازم زي ما احنا شايفين في الصوره من فوق انت لازم تجيب دركسيون وبعدين عجل وبعدين هتبني العربيه نفسها وبعدين في الاخر عندك عربيه. طب يا ممكن طبعا يعني في الاكزامبل بتاعي ممكن تاخد سكيل بورد طبعا بين 6 اكتوبر ووسط البلد بسكيل بورد هيبقى صعب بس يعني تاخد بسكليتة, ممكن تاخد موتوسيكل او ممكن تاخد عربيه عشان تبني اسهل بكتير قوي من تبني عربيه. ف اقوله في الصوره دي انك لما you think about speed
think about the customer problem. إيه ال customer problem في ال في السيناريو دي اللي إحنا بنبص عليها. The customer عايز أوصل من point A the point B. Yeah. معظم الناس هيقولوا طب نملي عربية. أنا بقول لا. أنت ممكن أنا أسرع بكثير قوي. ويمكن مش كل الناس هيستعملوا solution. بس هتلاقي one customer group ممكن يستعملوا البسكريت. وفي customer group ممكن يستعملوا الموتوسيكل. وفي الآخر بنيت عربية في الآخر ممكن يجيلك الكاستمر جروب ده. ف that's the background من الستوري. And I'll just say حاجة كمان بسرعة, إنك عشان تبني عربية هتاخد يمكن 6 أشهر. بس لو أنت معاك التك بتحرك بسرعة في ستارت اب, أنت ممكن تبتدي بسكيت بورد أسبوع, ممكن تبنيها في أسبوع, وبعدين بعديها يا ممكن تبني البسكيتة, وبعدين بعديها بثلاث أشهر ممكن تبني الموتوسيكل, وبعدين بعديها بست أشهر ممكن تبني العربية. فأنت أكشن وكاستمرز وفلوس في 6 أشهر, ولو كنت عملت أول حاجة هنا مش هجي لك أي حاجة, هتكون مستني 6 أشهر عشان تبني عربية. فthat's the background. The important thing here, I think, is speed. يعني speed of building something, building even a minor solution. يعني السكيت بورد مش هوصلك من الشيخ زايد من 6 أكتوبر لوسط البلد بسرعة, although بالترافيك احتمال. بس يعني بس يعني it's all about getting it out there and يعني اديها للكاستمر بتاعك and then build from there. بس خليني اسالك, why is it so important to be fast? يعني انا لاحظت ان انت قلت انت ممكن الستارت اب دي تبقى اسرع من جوجل, اسرع من فيسبوك. Why is it so important to be fast? It's في many reasons for this. اول حاجه انك it wins markets. يعني لو انت your first to market, when you're moving so fast, اي حد ضدك, اي الكومبيتيشن مش عارفوا يتحركوا في نفس السبيد, فانت هتكسب. ممكن اقول طبعا عندي اوبر بسكريتا وعندي اوبر موتوسيكل وعندي اوبر عربيه, فانت دلوقتي الماركت كلها. ده اول حاجه. ثاني حاجه, الفي سيز بيحبوا سبيد. فلما لو عملت انفستمنت داك وانت بتحاول تعمل ريزنج فلوس, لما البيتش بتاعك هتقول طب احنا في يناير عملنا كذا, وبعدين فبراير عملنا كذا, وبعدين في مارس عملنا كذا, دي مش حاجة صغيرة. يعني you're moving the product forward. فبيسي يهبوا المومنتم, عايزين مومنتم, عايزين يشوفوا ان في سرعة وفي حركة في الشركة. فدي تاني حاجة. تالت حاجة, it helps morale. يعني انت شركة, لما الناس الموظفين واللي بيشتغلوا معاك ممكن يشوفوا احنا متحرك وفي سرعة, دي بتساعد المورال جوه الشركة. ودي مهمة. Very interesting. طبعا مهمة جوه الشركة, بس مهمة كمان برا الشركة in two ways, نوعتين. أول حاجة recruitment. لما انت عامل hiring ناس, ممكن واحد يروح فيسبوك أو ممكن يروح startup. انت هتقول طب تعال عندنا في startup, احنا بص احنا بنعمل كل الحاجات دي واحنا بنتحرك بسرعة قوي واحنا رايحين كده ومش عارف ايه. في ناس very interested in this type of environment and they'll get attracted. هيقولوا طبعا عايز اشتغل في الحتة دي, مش عايز اشتغل في حتة مش شغالة بسرعة وما فيش ضغط فيها خالص وكله كله تعبان. حاجة publicity. لما انت your products or you're moving quickly, البلوجز والجرايد والتلفزيون والحاجات دي, it's more opportunities عشان انت تطلع تعمل interviews. ودي طبعا بالrecruitment عشان تجيب ناس يشتغلوا معك, وطبعا كمان بيشتغلوا معك عشان تشوف طبعا لو حطيتوا فلوس عندي شوفوا احنا في طلعنا على التلفزيون وعلى الراديو ومش عارف ايه. فسبيد دي حاجة قوي 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 في الستارتابس, خصوصا في الستارتابس. والشركات الكبيرة ما عندهاش speed. This is the one asset in startups عندها, the big companies do not. Yeah. ف basically كل يعني اطلع بفيتشرز صغيرة, بعد كده ابني عليها, بعد كده ابني عليها. مثلا if you're building another Facebook مثلا, ممكن تبني news feed بس في الأول, then add pictures, then add videos, then add مش عارف live videos and so forth. صح؟
احمد دي از ا جريت اكزامبل. لو انتوا فاكرين فيسبوك اكتر من 15 سنه ما كانش في نيوز فيد، ما كانش الناس في البروفايل. بالظبط. وبعد كده اد 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 ممكن تشوف نفس الحاجه مع تويتر، مع لينكدين، مع اي من الشركات، سبوتيفاي. اي من الشركات دي ابتدوا بحاجه صغيره وكانوا كويسه قوي فيها، وبعدين كبروا بسرعه قوي adding more and more features. But this is a very good way, very good example that you taught. هقول لك حاجه حسين برضو اتقالت لي لما once I came back to Egypt ووريت التيم بتاعي. التيم بتاعي طبعا يعني ما ينفعش تغلط قدامهم، انهم يعني اي حاجه هتقولها فاهم هيجبوني على طول. فلما وريت لهم دي they raised a very very interesting question او concern. قالوا لي طب ما احنا دلوقتي الفيتشرز بتاعتنا as we're getting them out there we might incur what's called a technical debt. يعني احنا واحنا بنعمل السكيت بورد، السكيت بورد مختلف كومبليتلي عن العربيه، فانا كده عشان اعرف ابني العربيه ههد السكيت بورد بتاعي وهبني سكوتر. طب ما السكوتر انا محتاجه اغيره كومبليتلي عشان ابني العربيه برضو، ان العربيه محتاجه different design, different type of engineering، محتاجه موتور، محتاجه كده. فانا as I go انا عمال الم في دين تكنيكال لازم اهد وابني من الاول، اهد وابني من الاول. Is this true ولا برضو يعني should I focus on speed بس on the long term ممكن اتأذي بسبب الدات اللي وراي كتير قوي ده، ولا how do بقى startups and how do product managers work with this؟ هو so انا هرجع للي كنا بنقولها قبليها ان ال product sets لما كنا بنتكلم على what احنا قلنا ان واحد من الحاجات product sense دي الفيجن. يعني مش هنبتدي نبني سكيت بورد لو احنا عارفين في الاخر عايزين نبني عربيه. لو انت عارف ان في المستقبل انت عايز تبني عربيه، الديسيجنز اللي انت دلوقتي مع الفيتشرز الصغيره اللي انت هتعمل الشهر الجاي والشهر اللي بعديها المفروض should plug in. فيعني الواحد مش هيبني بورد او سكيت بورد خلاص ثواني وخلاص اتس اوفر. ده تفكير غلط. تفكير غلط. تقول انا في الاخر انا عارف انا عايز ابني عربيه بس دلوقتي ما عنديش ناس كفايه عشان ابني عربيه ولا ريسورسز ولا ريسورسز فانا هبتدي بحاجه اصغر. ايه واتس ذا مينيمم زي ما بنقول ام في بي، واتس ذا مينيمم بروبت انا ممكن ابنيها تو سولف ماي بروبلم. ماي بروبلم دلوقتي انا عايز اروح لوسط البلد. طب ممكن لما ابني سكيت بورد ممكن ال العجل هستعمل نفس الرابر عشان اعمل العجل العربيه في الاخر. يعني انت هتاخد تقول انا I'm gonna make some decisions دلوقتي في السكيت بورد اللي ممكن ادخلها في العربيه في الاخر. فانا دلوقتي ممكن لما وصلت الصوره الثاني الصوره دي السكوتر الديركسيون اللي هعملها على السكوتر دي هدخلها في العربيه. وبعدين لما ابني الموتوسيكل العجل الموتوسيكل دي ممكن ادخلها في العربيه. فانا you're making decisions to plug in للمستقبل. لو ما عملتش كده انا مع الناس اللي معاك في الشغل مع الشركه دي التكنيكال. مش عايز تبني حاجه هتحديها this is a waste of time. عايز تعمل حاجه plug it in للبعدين للبعدين. احنا ايه بنعمل adding زي بنبني هرم اول وبعدين تاني layer وبعدين تالت ورابع وخامس. مش هنبني layer وبعدين نحديها لا. Very insightful. انا برضو ممكن ارجو شوية في حتة ان انا ممكن لما طلعت السكيت بورد والكاستمر بتاعي ركبه فانا ده ممكن يساعد على learning بتاعي الكاستمر اصلا عايز عربيه ولا لا. يعني اشوف البيهيفير بتاع السكيت بورد واز تو سلو فور ذم انهم يروحوا من اكتوبر لوسط البلد فبالتالي اكيد مش هياخدوها فيبقى بروبلم محتاج حاجه اسرع. او لا الناس دلوقتي بقت مور انترستد في الطيارات فمش عايزين حاجه بتمشي على الارض اصلا. يعني اي ثينك ذاتس ترو في مصر شويه بس يعني ذس ا فيري جود بوينت كمان انك عشان عربيه هتاخد 6 اشهر ممكن الماركت اتغيرت. احنا عارفين كوفيد دي ما كانش عندنا كوفيد من 6 اشهر. الموضوع والعالم اتغيرت جدا في 6 اشهر. This is
بوينت كمان انك يو انت لما تبني برودكت عايز تبقى بسرعه عشان يو بوت اوت تو ماركت، عشان تتعلم من الناس او من اليوزرز ان هم اللي عايزين ايه ومش عايزين ايه. ممكن سكيب بورد يقول لك طب دي هايله عشان انا بس عندي 20 جنيه فانا ممكن مش ممكن انا مش قادر اشتري عربيه بس ممكن اشتري سكيب بورد، وبعديها يعني تبتدي تعمل ادينج ديفرنت كاستمر سيجمنتس. سو ذس از اولسو فيري جود انك تحط سنه او سنه ونص او 6 اشهر عشان تبني ذس بيرفكت برودكت. مين عارف الماركت ممكن تتغير والناس اللي ممكن مش هيقولوا احنا مش عايزين البرودكت ده. لو كنت عملت كده كنت ضيعت وقتك خالص. واتس ذا بوينت اكزاكتلي؟ That, you know, super insightful. I love this picture, and thank you so much for you know, sharing it with me, and now sharing it with the community. يعني طبعا احنا يعني ال talks دي اسمها AI talks. وفآخر آخر سؤال بقى سألوك حسام، يعني ال product managers دلوقتي AI is big and it's buzzing and it's going all around and everybody feels يعني كل الناس حاسة بشوية ضغط إن أنا لازم أحط AI في اللي أنا بعمله يعني. ودايما يعني كان في one of the investors كنت بتكلم معاه فبيقول لي دايما أنا من كتر ال pitch deck دايما في slide 14 دي we use AI to وحاجة جنبيها. ف يعني ال product management how and when to think about artificial intelligence، يعني إمتى أقول this is هنا استخدم artificial intelligence، should I think about it from the first day ولا من لما اتعلم شوية؟ يعني ازاي افكر في artificial intelligence؟ ايه الفريم اوف مايند اللي افكر فيه في artificial intelligence when doing product management؟ اول حاجة انا بسألها طب لازم افهم ايه الـ AI وايه الـ artificial intelligence وايه الـ machine learning. ساعات بتلاقي الاثنين intertwined definitely. الناس اللي مش فاهمين AI اللي انا بقول احنا بنبني حاجة زي فرانكنستاين. انت شوية رولز بتكتب شوية رولز وبتقول الكمبيوتر او بتقول الالجوريثم ان لو حصل كذا اعمل كذا. فانت you're putting in rules. ف an example of this لو انا حطيت 100 صورة لقطة دي قطة ودي قطة ودي قطة والصورة دي كلب. فانا لما دخلتها في الالجوريثم انا عايز الالجوريثم لما لو تشوف اي صور تقول دول قطط ودول كلاب. فده اول حاجه انك how or where can you use AI. Yeah. It generally are repeatable processes. These are حاجات where you're quantifiable. يعني في it's black or white. It's مش يمكن قطه يمكن كلب. لا. Yeah. وتالت حاجة you have data or you have enough labels للموضوع ده. Yeah. How does this work? Let's go very basic عشان الناس يفهموا بالظبط how does this work. معظم الوقت very basic AI انك you create labels. انا هاخد 1000 صورة كلهم قطط وهو دي قطة دي قطة دي قطة. فانت دخلها في الالجوريثم that way you've created the memory a little Frankenstein. فالفرانكنستاين دلوقتي لو شاف صورة هيقول طب أنا عندي 1000 صورة في مخي دول كلهم قطط، هل دي شكلها زي قطة ولا لأ؟ So that's the first thing is understanding. تاني حاجة is looking at your business. أنا هبص في الشركة هبص في startup وعايز أفهم where عندي processes that I think are either repeatable that are quantifiable زي قلنا و are binary. ففي حاجات كتير احنا بنعملها in our day-to-day lives that are very manual, that are very repeat. واحنا عارفين دي قلم دي مش قلم دي دي حاجة خضرة دي حاجة مش خضرة. That's where you want to think about in my business في الشركة في startup that I am doing what can I do that I can turn into machine learning. طبعا الناس هيقول لك المشين ليرنينج دي صعبة وانا ما عنديش الريسورسز الحاجات دي. دلوقتي ممكن تلاقي اونلاين جوجل عندهم حاجه اسمها تنسر فلو فور اكزامبل فيري بيسك ماشين ليرنينج مودلز اي حد ممكن يستعملها. اي واحد عنده شويه تكنيكال باك جراوند كان يوتيلايز ذيز ماشين ليرنينج مودلز تو امبروف ذير بزنس اند تو امبروف ذير ورك فورس. فانا معاك ان الاي اي دي مستقبل ودي حاجه يعني مهمه قوي ان الشرق الاوسط ومصر بالذات تبقى focused in these industries to be focused on applications of these industries. وممكن تعملها في ناحيتين
اول ناحيه احنا قلنا الليبلز يعني learning models دي بتشتغل بس عشان عندك training data عندك labels. احنا في Facebook for example بنشتغل مع شركات في الهند او في الفلبينز او في حوالين العالم that do these labels. How do we do these labels? Then بيبص على الصور يقول لك دي قطة دي قطة دي قطة دي كلب دي قطة دي قطة دي كلب. احنا بناخد كل دي وندخلها في الـ في الـ في algorithms. فدي ناحية انه should invest in this. Our startups, there's probably opportunities in activity shirka around labeling of data. Yeah. Why in tani nahya in application of AI, application of machine learning? Mazam al wat labahna minul AI or machine learning, mazam nes biamlu application. Actually, biamlu shwit labeling to drive application of machine learning out to drive AI. فانا كبروجكت مانجر لو انا في شركه او في ستارت اب انا عايز افكر طب what am I doing that is repeatable that can create AI machine learning how classifiable بالظبط why ليه why does this become important because over time بعد وقت بعد 6 اشهر بعد سنه بعد 3 سنين الكلاسيفاير دي so classifier دي model زي احنا بنقول الكلاسيفاير السنة الجاية هتبقى أجمد من السنة دي. Yes. هتبقى أجمد من سنتين ومن ثلاث سنين. فبعد شوية your classifier becomes so good إن محدش تاني ممكن يعمل competing ضدك. فممكن زي الناس يقول لك طب انستجرام يعني يقول لك انستجرام أو فيسبوك لما ببص على النيوز فيد بتاعي الحاجات اللي بشوفها super personalized زي فيسبوك عارفة أو زي إنستغرام عارفة على ده الحاجات اللي أنا بحبها ودي الحاجات اللي ما بحبهاش. This is an example of the machine learning classifier getting better and better and better over time using data. Yeah. In this case, إيه الداتا ممكن فيسبوك تاخد داتا من labelers وكان فيسبوك فاهمة الحاجات اللي بحبها أو الحاجات اللي أنا بحبها. Yeah. What's the thing you on? What's the things you like? What's the things you comment? What's the things you share? Over time, it gets better. So that's the thing. Product manager, كمان عايز أفكر طب لو أنا عايز أبقى جامد بعد كام سنة, where should I make my investments to build classifiers? To basically build barriers against anybody who's entering the market. And then if my classifiers are better, my competitor has to accumulate لازم يلم الداتا تاني علشان يعرف يترين عليها المودلز بتاعته والكلاسيفايرز بتاعته تبقى زي بتاعتي او كده دخلة يعني عندك repeated مش لازم كمان لازم الكمبيوتر يبني ويعمل gathering الداتا exactly. لازم كمان يكيب gathering data فدي exactly. yeah. Well, I love that you said labeling. In labeling, actually, يعني is one of the main obstacles. يعني أنت ممكن تلاقي حد عنده داتا كتيرة جدا, and I think this is مثلاً very apparent في retail, for example. In labeling the products في retail is a mess. كل product the product code, ومثلاً ممكن تلاقي the coffee مثلاً لو coffee أو مثلاً a certain product ممكن تلاقي اسمه حاجة هنا واسمه حاجة في حتة تانية. ف just having ان ده نفس الليبل علشان يبقى عندي uniformity في الداتا بتاعتي واقدر اترين عليها models is a big challenge فده example مختلف شويه برايا اللي انت قلته بس يعني labeling data in the right way can improve algorithms and can make the life of a product manager اسهل بكتير قوي هو من البرودكت بتاعه يعني زي ما بتقول ان it's not just having data it's having structured data exactly كبرودكت مانجر لو انت عندك داتا في الشركه وانت شايف ان الداتا داخله وانت عايز تعمل ماشين ليرنينج او اي اي اول حاجه زي ما انت قلتها ان لازم تعمل ستراكشر لازم تبني ستراكشرد ليبلنج تو ستراكشر فا اتس نوت يعني مش الموضوع مش سهل صح الموضوع ان في انت محتاج ليبلز ومحتاج داتا يعني محتاج داتا اول حاجه وبعدين محتاج داتا كلاسيفيكيشن عشان كل الداتا تكون في نفس الستراكشر وبعدين محتاج labeling وبعدين محتاج ال training the data this is your training the classifier وبعدين application of classifier
الموضوع مش كله سهل. بيجي من ال... وكل ده بيجي من البرودكت سنس. كل ده بيجي من البرودكت سنس وباين وباين اكسكيوشن طبعا. يعني yes. انت عندك فيجن ان اوكي البرودكت سنس الفيجن اللي احنا هنبني ماشين ليرنينج موديل وعايزين نعمل كذا. طب اوكي وايه الحاجات اللي لازم نعملها عشان نوصل الهات اللي عايزين نوصلها. It's not easy. بس زي ما قلت وطبعا this is an AI talk. AI learning is the future. هي دي المستقبل ومصر والشرق الاوسط لازم تبقى in this domain و applying الكريتيريا في الشركات والستارتابس. If I can add one thing في الآخر خالص, and I heard this this from Devon. Devon is one of the يعني الناس الكبيرة أو Singularity University. وقال لي حاجة قوية جدا, قال لي إن data has a shelf life. ف data that's relevant today ممكن بكرة ما تبقاش relevant. ف you always need to act fast. So I think that happened بالكورونا, يعني ورت الإكزامبل ده بقوة. إن في data كتيرة بقت super irrelevant in the corona time. But I think if you have the data, I think you have to act fast to see if it's maybe بقى حتة السكوتر والسكيتبورد تيجي هنا, إن أنت you have to act fast to see if this data is relevant to the product في الآخر and it can فعلا contribute للproduct vision اللي في الآخر خالص يعني. هقول حاجة تانية على الموضوع الداتا, البايس دي حاجة بايس فطبعا احنا قلنا ان عشان تبني موديل في انسان او خاص شخص هيعمل ليبلنج الداتا. الشخص ده عنده بايس او بيفكر بطريقه ان يعني واتس ان فرونت اوف هيم. فدي حاجه مهمه ليه؟ عشان لما تشوف الحاجات في اوروبا او امريكا او في الشرق الاوسط, الناس اللي بيعملوا ليبلنج او كريتنج ذيز مودلز هم بيعملوها بتفكيرهم which is based بيشوفها قدامه. فدي حاجة مهمة عشان زي ما احنا قلنا او زي ما انت قلت in these models over time become very powerful والcompetition يوصلوا المودلز دي. فانت عايز تتأكد من الاول انك you're building models that work for your society your company and for بلدك وشعبك والعالم. فانا هبني في امريكا هشتغل كويس قوي في امريكا بس مش هشتغل كويس قوي في مصر او في اليابان او كوريا. Yes exactly. دي حاجه مهمه كمان لازم when building these labels or building machine learning. وليه machine learning دي حاجه مهمه؟ عشان انت عايز تتاكد انك these machine learning models work for your society, for your people, for your country, لبلدك, لشعبك, locality. ودي حاجة في papers كتير قوي عن الموضوع وطبعا سهلة بس يعني it's an important factor. حسام, I thank you so much. أنا عارف أنا قلت لك هناخد بس 40 minutes, إحنا we're almost an hour now. فسوري على أن أنا خدت من وقتك أكثر بس أنت عارف يعني I think حتى من الجروب بتاعنا الناس لو بعد lecture بتاعتك خدناك معانا واتعشينا معاك وقعدنا نتكلم معاك كتير قوي لحد بالليل. بس definitely you're always insightful. Your insights are very applicable and this is why we always take more of your time than we originally planned. I'm very sorry for that and thank you so much for being part of this and I'm super happy to have had you today. وأكيد تأكد إنه probably هنطلب منك كم ساعة تانيين in the future. Yeah. Thank you so much, Hassan. Thanks. Thanks.